وقع مساء أمس أمين الدولة في التعليم العالي دكتور حسين مسار على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي بتشاد مع المدرسة الدولية لتقنيات المعلومات الرقمية بجامعة صفاقس التونسية. التفاصيل لدى عباس أبكر. في إطار التعاون المشترك والقائم بين البلاد مع جمهورية تونس سيما في مجال التعليم، وقع أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي بتشاد والمدرسة الدولية لتقنيات المعلومات الرقمية بجامعة صفاقس التونسية. وهذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تأسيس فرع المدرسة الدولية لتقنيات المعلومات الرقمية في تشاد. أبدت الجامعة استعدادها لافتتاح فرع لها بتأسيس فرع لجامعة المدرسة الدولية لتقنيات تكنولوجيا المعلومات الرقمية في تشاد لنقل تجربة التكنولوجيا المعلومات إلى بلادنا، من أجل أن نتيح الفرصة أمام الطلاب والطالبات في تشاد للتزود والتعلم. ويأتي احتفل المجمع التعليمي الدولي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وسط حضور معلمي المراحل التعليمية المختلفة وأولياء أمور التلاميذ. حسن مكاوي والمزيد. قيل منذ زمن قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وبالفعل دور المعلم لا ينكره أحد. لذا يحتفل العالم في 5 أكتوبر لكل عام باليوم العالمي للمعلم، والمجمع التعليمي الدولي بحر كجزء من هذا المجتمع هو أيضا أحيى الاحتفال بمناسبة هذا اليوم ليوفي ولو القليل من حق المعلم. المدير العام للمجمع التعليمي الدولي بحر حسين سيرج أشاد بفخرهم واعتزازهم للاحتفال بهذا اليوم الذي يعد إطارا للتفكير وتبادل وتقييم الظروف المعيشية الاجتماعية والمهنية للمعلم. أما رئيس جمعية أولياء أمور الطلبة محمد صالح خيار هو الآخر شكر المعلمين على جهودهم المبذولة في تكوين الأمم، مشجعا إياهم إلى المضي قدما في تقديم رسالتهم العظيمة. وأضاف خيار بأن التعليم مسؤولية كبيرة، لذا يجب على الجميع دعم المعلمين. وانتهت فعاليات الاحتفال بمسرحيات وفقرات شعرية قدمها الطلاب، بالإضافة إلى تقديم جوائز للحضور عبر السحب. أقام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية احتفال استقبال للأعضاء الجدد لبعثة الأزهر الشريف القادمين خصيصا للتدريس بالمدارس الجادية. كان ذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى دكتور محمد خاطر ومفتي البلاد أحمد النور محمد الحلو ورئيس بعثة الأزهر الشريف حسين النور. ظل العلاقة الحميمة القائمة بين الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، استقبل أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الوفد الأزهري الذي أتى خصيصا للانتداب والتدريس في المعاهد الأزهرية والمدارس والجامعات الوطنية. هذا وقد نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حفلا تكريميا للوفد الزائر، وذلك ترحيبا وإرفانا لما يقدمونه للتعليم التشادي. من ناحيته مدير معهد السلام الأزهري بأنجمينة باسم مدراء المعاهد الأزهرية بالبلاد أشاد بالدور الذي يقوم به المعهد الأزهري. أما رئيس بعثة الأزهر الشريف بالبلاد سعادة خالد فريتش عبر عن مدى امتنانه وفرحته بالعلاقة الوطيدة القائمة بين البلاد والأزهر الشريف. والحمد لله الذي جعلنا في أرض تشاد المباركة، أرض الخلوات وأرض القرآن العظيم وأرض الحافظين للقرآن والحافظات والذاكرين الله عز وجل والذاكرات. أوجه شكري لفخامة رئيس الدولة الرئيس إدريس ديبي إدنو، حيث أنه دائما يشيد بدور الأزهر الشريف لفخامة رئيس الدولة الرئيس السيسي حفظه الله. الكلمة الختامية لهذا الحفل قدمها المفتي العام للبلاد سعادة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، سرد فيها الإنجازات الأزهرية التي تقوم بها في جميع أنحاء العالم سيما في تشاد. أرحب بهؤلاء الضيوف العظماء الكرماء الذين أضاء الله بهم أرجاء الأرض ومنها هذا البلد تشاد.
أيها الأحبة، الكلام في الأزهر الشريف وفي مصر كبلد لا يستطيع أحد من الناس أن يعبر عنه التعبير الذي يليق به. يضم الوفد 47 مدرسا، ومن المؤكد سيشكلون دعما قويا في تيسير وترقية التعليم العربي في البلاد. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.